حياكم الله مشاهدينا وحيا الله قوات المسلحة السودانية صمام أمان البلاد. كل عام وأنتم بخير. هذه هي أحداث اليوم والبداية بالعناوين. البرهان يصل أم درمان ويتلقى تنويرا من والي الخرطوم حول ترتيبات عودة المواطنين. عجار يطالب بوحدة الصف الوطني لدحر ميليشيا ألي دجلو الإرهابية. الخارجية تستنكر تنظيم فرنسا لمؤتمر حول السودان دون مشاركة الحكومة. وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وصل إلى مدينة أم درمان، وكان في استقباله بقاعدة وادي سيدنا العسكرية عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا. وقدم البرهان تهاني العيد لقادة وضباط منطقة وادي سيدنا العسكرية والقوات النظامية من قوات الشرطة وجهاز المخابرات، وبحضور عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا ووالي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان. وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعلن عن دعمه لحكومة ولاية الخرطوم لتطلع بدورها في تحقيق الاستقرار وتوفير الخدمات. جاء ذلك لدى ترأسه الاجتماع المشترك بين حكومة ولاية الخرطوم ولجنة أمن الولاية. وأشاد البرهان بحكومة الولاية برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة وإسهاماته في طمأنة المواطنين، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات ضد الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية وترحيلهم إلى بلادهم. وطالب البرهان من حكومة ولاية الخرطوم النظر في فتح بعض المدارس لتشجيع المواطنين على العودة، فيما أكد والي الخرطوم بذل المزيد من الجهود لدعم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين حتى يتحقق النصر، مستعرضا جهود حكومته خلال فترة الحرب وتركيزه على القطاعات الحيوية في مجالات المياه والكهرباء والصحة. ونحن حكومة ولاية الخرطوم منذ الساعات الأولى والتي كانت لا تخلو من الغدر والخيانة من هذه الميليشيات المتمردة التي أشعلت نار الحرب في تلك الساعة، ومنذ البدايات قمنا بعمل غرف عمليات لإدارة شأن الولاية، غرف عمليات على مستوى الوزارات وعلى مستوى المحليات، وكان همنا هو استدامة الخدمات للمواطنين. وفي تلك الأيام الأولى وبعد تمثل هذه الميليشيات ناشدنا المواطنين الكرام أن يكونوا جزءا من العملية، عملية تأمين الأحياء والتصدي لأشكال العدوان، واستجابت قطاعات كبيرة من المواطنين بعمليات التكريس والرباط الليلي، وكان ذلك بصورة واضحة في هذه المحلية، محلية كرري التي أصبحت ملاذا لكل بقية المحليات. كل الناس تكاملوا في هذه المحلية، محلية كرري، و ندعو إليها من كافة المناطق التي شهدت توسع وتمدد لهذه الميليشيا. بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان بعث برقية تهنئة لرئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. كما بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي برقية تهنئة لرئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لهم الدوام الصحة والعافية ولبلدانهما التقدم والازدهار والرفاعة. طالب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عجار إير طالب مكونات المجتمع وحدة الصف والاتفاق على كلمة سواء لدحر ميليشيا ألي دجلو الإرهابية.
وذلك لدى مخاطبته حشدا جماهيريا بمدينة باو بإقليم النيل الأزرق، مشيدا بثبات القوات المسلحة والمقاومة الشعبية خلال معركة الكرامة. بعد أكثر من 10 أعوام بعامل الحرب والنزوح والتشرد، ها هي محافظة باو تبدو عليها مظاهر التعافي والاستقرار، خاصة بعد اتفاق جبال سلام السودان، استقرار يراهن به الجميع بتوفير الخدمات الأساسية بمناطق العودة الطوعية. نؤكد لك جاهزية شباب محافظة باو لتوجيه طاقاتهم للإلهام في عملية التعمير. نحن كامرأة محتاجين لمشاريع زراعية للبناء وتنمية قدرات المرأة. السيد الرئيس محتاجين للتدريب وتأهيل المرأة. ونحن دارين تنفو سلامنا لسعادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، شكر بتاع محافظة باو وأهل النيل الأزرق، وهم يقولون شكرا لمن احترم السلام ودعم السلام. مع ازدياد تدفقات العائدين الى مناطقهم الاصلية، تعول السلطات بمحافظة باو على المنظمات العاملة في مجال العمل الانساني لاستدامة الاستقرار. نحن في محافظة باو زيرو خدمات في التعليم، في الصحة، في المواية، حتى في الطرق. الناس اللي جوا من معسكرات اللجوء هم بيقولوا دايرين يرجعوا، والمرة اللي فاتت كان في وعود بانه يرحلون هنا بالنسبه لمعسكرات اللجوء هنا، وترهيل الناس من هناك في جزء من الحاجات ومحتاجه عندها شغل عبر المنظمات الانسانيه والوكالات. إذن فما هو المطلوب من قبل حكومه اقليم النيل الازرق تجاه العائدين من معسكرات اللجوء بدولتي اثيوبيا وجنوب السودان لمحو اثار الحرب والنزوح؟ نائب رئيس مجلس السيادة لمدينة باو تشير إلى عدة أهداف ومضامين. نحن بنتكلم في إعمار باو، إعمار جبال، إعمار النيل الأزرق، إعمار السودان. الحرب ده فيه يعني كارثة، لكن ممكن يكون فيه منافع، وأبرزت حاجات كثيرة جدا جدا ما كانت موجودة عند السودانيين. نمرة واحد، الحاجات اللي حصلت ده أنه ورد أن الدولة السودانية دي عندها بنية، رغم المسائل اللي حصل لها ورغم المشاكل اللي حصل فيها عندها بنية، لأنها اليوم الليلة 10 شهور هي منحارت في حرب مدمرة وحرب ممولة من دول كبرى. العودة إلى الديار تمثل الخيار الأول بمحافظة يبدو عليها ملامح التعافي من خلال عودة الكثيرين إلى مناطقهم الأصلية في انتظار تعمير ما دمرته الحرب. عصام طه، تلفزيون السودان، من داخل مدينة باو. إلى ذلك، بيّن عضو مجلس السيادة الانتقالي ملك عقار إير أن الحرب دائرة مع ميليشيا لدجل الإرهابية برهنت أن الدولة السودانية لن تنهار، وجدد عقار التأكيد بحسم معركة الكرامة وإنهاء التمرد وعمار السودان. الجيش السوداني رغم المشاكل اللي حصل له، الجيش ده
من السودانيين براهم من القيادة السودانية من ما بدوا أي زول بيجي بيدمر فيه بيجي منو بيدمر فيه بيجي منو بيدمر فيه بيجي منو بيدمر أي زول شافه بابا بيدمر فيه بيدمر فيه والإنغاز جاء 30 سنة ده بحفر فيه بحفر فيه لما فضل إلى الرأس وعمل الجنجويد ديل هم هو عمل الجنجويد وفضل إلى الرأس قالوا دايرين نقطعوا الرأس الجيش جاب الرأس ويقطعوا وقدر 10 شهور هسه ثبت في الحرب ديه وهينتصر جيش واحد شعب وهينتصر كذب الزول بيقول لك هو بيحزمه ما بيتحزم له هو الـ 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 هو هينتصر ولما ينتصر احنا بقى لنا امامنا حاجه المنفعه بتاع الحرب ديه لازم العقليه بتاع السودانيين يتغير لازم العقليه بتاع السودانيين يتغير ولازم نسمع كلام بعض ولازم نهتم ببعض ولازم انه احنا يعني نقدر بعض ولازم نحترم بعض ونحترم الاخر بان يكون اخر الحرب دي لو ما عمل الكلام ده فورجيت ابو السودان ما حيكون في السودان الا السودانيين كلهم يجوا على كلمه سواء انه هم دايرين بلدهم دوله السودانيه ده ما مؤسسه يعني زول في باو هنا هسي الناس اللي قاعدين في باو هنا يكون ما شاف سنار هسي بيقولوا ما عارف في سنار وفي مدينه وما شافه ما بيهمه لكن احنا دايرين اي زول في السودان ده يعرف البلد بتاعه ويعرف الناس فدايرين نقلب الحرب ده لمنفعه للسودانيين كلهم لمنفعة بتاع تأسيس الدولة السودانية لمنفعة بتاع بناء الدولة السودانية لمنفعة بتاع يعني التأسيس الأصلي للقوات المسلحة السودانية أصدرت وزارة الخارجية بيانا صحفيا جاء فيه بالإشارة لإعلان وزارة الخارجية الفرنسية استضافتها لما أسمته بالمؤتمر الوزاري حول الوضع الإنساني في السودان يوم 15 من أبريل 2024 تعرب وزارة الخارجية عن بالغ دهشتها واستنكارها أن ينعقد هذا المؤتمر حول شأن من شؤون السودان الدولة المستقلة وذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة دون تشاور أو تنسيق مع حكومتها وبدون مشاركتها إن الاختباء خلف ذريعة الحياد بمن يسميها المنظمون طرفي نزاع لتبرير تجاهل السودان في تنظيم هذا الاجتماع حجة لا قيمة لها وأمرا مرفوض وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية فالمساواة بين الحكومة الشرعية والجيش الوطني من جهة وميليشيا إرهابية متعددة الجنسيات تستهدف مؤسسة الدولة نفسها وتمارس الإبادة الجماعية وأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان من الجهة الأخرى من شأنها تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي لأنها تشجع الحركات الإرهابية الشبيهة في إفريقيا والشرق الأوسط على تصعيد أنشطتها الإجرامية لقد كانت حكومة السودان ومن واقع مسؤوليتها عن شعبها سباقة في السعي لحشد الدعم الدولي اللازم لمواجهة الأزمة الإنسانية التي خلقها عدوان الميليشيا ورعاتها الخارجيين على الشعب السوداني فمبادرة من حكومة السودان ومشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة انعقد المؤتمر الدولي للمساعدات الإنسانية للسودان بجنيف في يونيو 2023 قدمت خلاله تعهدات كبيرة بالمساعدات ومن أجل حث المجتمع الدولي للوفاء بتلك التعهدات انعقد الاجتماع الدولي رفيع المستوى في نيويورك في أكتوبر 2023 بالتعاون بين حكومة السودان والأمم المتحدة إلا أن نسبة الوفاء بتلك التعهدات حتى الآن لم تتجاوز نسبة 5%. وإذا تجدد الحكومة السودانية التزامها بتقديم كل التسهيلات الممكنة لحشد وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل أنحاء البلاد فإنها تعيد تذكير بأن أقصر الطرق إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في السودان هو عبر إلزام رعاة الميليشيا بالتوقف عن تزويدها بالسلاح والمرتزقة والأموال لأن ذلك الدعم هو وحده ما يمكنها من مواصلة وتصعيد عدوانها على الشعب السوداني كما حدث خلال الأيام الماضية حيث ارتكبت الميليشيا مجازر جديدة ضد المدنيين بالقرب من الفاشر وفي جنوب كردفان والجزيرة والنيل الأبيض دهشة واستنكار واسع من الحكومة حول انعقاد المؤتمر الدولي الذي دعت له فرنسا بخصوص السودان دون الرجوع أو التشاور مع حكومته ذات السيادة الكاملة والمسؤولية المباشرة عن شعبها وأرضها ومناقشة كل قضايا في المحافل الدولية والإقليمية.
تمردت قوات ميليشيا الدعم السريع التي كانت تتبع للجيش الوطني في السودان بسبب طموح قائدها القبلي في الاستحواذ على السلطة. تلك هي السردية الأولى التي راجت في أوساط الرأي العام المحلي والدولي في اليوم 15 من أبريل 2023. ها هي فرنسا التي كانت قلعة الحريات والفكر السياسي في ماضيها، تستغل نفس هذا التاريخ من خلال سردية مغايرة مفادها أن قوى إعلان الحرية والتغيير أو تقدم، وهو أحد وجوهها الجديدة، هي الجهة المعنية بمناقشة الوضع الإنساني في السودان بعد عام من الحرب، باعتبار أنها الممثل المعترف به من قبل قصر الأليزيه، متجاوزة الجيش الذي يحارب الآن آلاف المرتزقة والمأجورين الأجانب حفاظا على سيادته. ما بين السياسة الدولية بشكلها الواقعي كما يعرفها المحترفين وحضانة الأحلام الوردية كما تفعل باريس الآن، فرق واختلاف كبيرين. ترى كيف لمجموعة أحزاب وحركات مسلحة تقطعت بها السبل بين عواصم الإقليم أن تناقش وضعا إنسانيا داخل بلد هي بعيدة عنه جغرافيا وسياسيا واجتماعيا. ما تريده فرنسا هو أن تلفت النظر إلى أن مصالحها في غرب إفريقيا قد تسربت من بين يديها لصالح روسيا والصين، وعلى موظفي قصر الأليزيه أن يفكروا بطريقة مختلفة تجاه ما حاق بامتيازاتهم التاريخية في دول جوار السودان الذي هو الآن في غنى عن أي محاولات للزج به في أتون صراعات دولية لا ناقة له فيها ولا جمل. ولنتساءل، هل تراهن فرنسا على قوى سياسية تبددت شعبيتها في السودان لكي تسترد سطوتها على تشاد وأفريقيا الوسطى والنيجر، أم ماذا؟ مضت مندوبة الإدارة الأمريكية في مجلس الأمن أمس في نفس الاتجاه الذي يكرس للمزيد من الحقائق المغلوطة عن حرب السودان ووضع الجيش تحديدا. فالإمارات العربية هي الدولة التي تدفع بالأسلحة المدمرة لميليشيا الدجل الإرهابية عبر المطارات التشادية وليست إيران، ونكرر ما قلناه في الحالة الفرنسية على واشنطن أن تعي مخاطر تقليب الحقائق وسياسة الكيل بمكيالين في هذه المنطقة الملتهبة من إفريقيا. فالسودان ما قبل 15 من أبريل ليس هو السودان ما بعدها، مثلما أن الشرق الأوسط قبل أن تنطلق حرب غزة الأخيرة هو نفسه الشرق الأوسط القديم. كل شيء يتغير هنا إلا سياسة هذه الدول الإمبريالية تجاه أفريقيا، خاصة تجاه السودان. في إطار المسؤولية الاجتماعية لحكومة ولاية الخرطوم، زار والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة زار عدد من الشخصيات العامة ورموز الاجتماعية، وقدم التهاني بمناسبة عيد الفطر لعدد من رموز أحياء أم درمان القديمة الذين يمثلون مختلف الطوائف الدينية. في إطار برامج العيد، استهل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة زيارته الاجتماعية للشخصيات العامة والرموز المجتمعية التي تأثرت بالحرب في جولة واسعة، بدأت بزيارة مدير هيئة البحوث البيطرية بروفيسور صلاح مختار بمقر إقامته بحي العمدة بأم درمان، وذلك بحضور الرئيس المناوب للجنة العليا للاستفسار وتنظيم المقاومة الشعبية الفريق نصر الدين علي عبد الكريم، والمدير التنفيذي لمحلية أم درمان الهادي عبد السيد، وقيادات هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء أمن حسين نوبة مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم بالإنابة، واللواء الدكتور التجاني إبراهيم مدير إدارة الإعلام، والعميد إبراهيم حامد رئيس الدائرة المختصة. وتحدث البروفيسور مختار عن معاناتهم مع الدعم السريع الذي حاصرهم وحرمهم من أبسط الحقوق، ثم التعاون والدعم الذي وجدوه من القوات المسلحة. هؤلاء الرجال هم صامدين وهم بيضحوا من أجل البلد دي. البلد دي يعني أنا بغض النظر على الالتفات الحزبية الضيقة والقبلية الضيقة والجهوية والسياسية، تكون قلت بعيد، الوطن أساس كل شيء. كما شملت زيارة حي العمدة أسرة من الأقباط والدموع تقطر منهم، كيف وأنهم شاهدوا الموت على أيدي أفراد الدعم السريع الذين أزاقوهم شتى صروف العجب حتى دخول القوات المسلحة التي وفرت لهم الطعام والشراب. ضربونا وعذبونا عذاب، شالوا مننا كم مواد وشالوا مننا عذاب كم، وضربونا
والخرطوم حي العقبات الذين صبروا على انتهاكات التمرد والإزلال فدعامة كهديم لا يفرقون بين مسلم ومسيحي ويستهدفوا الشعب السوداني مسلمين ومسيحيين على حد سواء. حي العمدة. نحن نحيي الإخوة العقبات كلهم وهم سودانيين وعندهم تاريخ في البلد. وفي السياق زار الخرطوم وأفدي الشيخ أبو صالح الشيخ الفاتح الشيخ قريب الله مرشد الطريقة القريبية الطيبية السمانية وعميد أسرة الشيخ قريب الله. وتحدث الدكتور مجذوب الزين إنابة على البروفيسور أبو صالح مؤكدا أن أبو صالح ظل بيته مفتوحا طوال أيام الحرب. يطلبون عنده الأمان والملال والأمن والسكينة، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وينزل السكينة عليهم، وهو بفضل الله بما أنزله الله من سكينة وطمأنينة بثها كما تعلمون في تلاميذه ومريديه وأحبابه. والخرطوم أكد عراقة أسرة الشيخ قريب الله وقال هو أحد منارات العلم والصوفية بأم درمان، لافتا إلى أن أم درمان محصنة بأهل الدين والتقوى وأهل القرآن. وتطرق الوالي الاعتدائي على مباني مسجد الشيخ قريب الله والنبوي غير أن الضريح سليم ولم يمسه سوء. أم درمان محصنة كما ذكر شيخ مجذوب، محصنة بأهلها أهل الدين والتقوى، ومحصنة بدور القرآن. واختتم الخرطوم وفده المرافق زيارته بزيارة أعلام الإذاعة السودانية الأستاذين محمد والحسن عبد الكريم عبد الله، متحدثا عن معاناتهم كأسرة داخل منزلهم بحي بيت المال، وذاقوا خلالها أشد صروف العذاب والأذى من الميليشيا المتمردة إلى أن تمكنت القوات المسلحة من إجلائهما من المناطق الملتهبة. والعرفان لكل الذين وقفوا معنا وساندونا في لحظات كانت صعيبة. نحن قدر الله سبحانه وتعالى أن نعايش أقسى وأقصى ظروف الحرب. نعيش جميعا معززين ومكرمين وأبشر إن شاء الله بالخير وبالنصر. كنتم مع تحايا العيد السعيد، كل سنة وانتم طيبين. والخرطوم قال إن الأخوين قام من قامات الإعلام السوداني ولهم مسيرة ممتدة من تاريخ الإذاعة السودانية، مقدمين عصارة جهدهما وتجربتهما خدمة للشعب السوداني عبر أثير هنا أم درمان. نحن جينا لنقول لهم أولا الحمد لله على السلامة، وثانيا نهنيهم بعيد الفطر المبارك. زيارة وائل الخرطوم والوفد المرافق له للشخصيات العامة والرموز الاجتماعية التي تأثرت بالحرب تأكيد لتواصل القيادة مع مواطنيها في ظل ظروف الحرب المفروضة عليهم. للتلفزيون السودان عبد العزيز سليمان، عبد الرحمن حسن، الخرطوم. أكد والي ولاية الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير أكد الاهتمام بالبنية التحتية للمناطق التي تم تحريرها، جاء ذلك لدى ترأسه اجتماع اللجنة العليا لبناء ما دمرته الحرب، وذلك بحضور اللجنة الأمنية بالولاية ووزارة التخطيط العمراني ورئيس المقاومة الشعبية المسلحة بالمناجل والمختصين. ووجه الوالي اللجنة بالشروع في صيانة محطات المياه والكهرباء والقطاع الصحي، فيما أكد وزير التخطيط العمراني فضل المولى أبو سالف تشكيل 3 لجان لإنفاذ المقترحات والاستفادة من كل كوادر الخدمة المدنية. 3 لجان، لجنة الصحة ولجنة المياه ولجنة الكهرباء لمعالجة القصور والوقوعات، حتى يرجع الإخوة الناجين من الحرب من المناقل ومن القرى ومدن السودان المتفرقة إلى أهلهم ويجدوا كل الخدمات متوفرة. شكر الجزيل لأخواننا في المقاومة الشعبية اللي فيهم مجموعة كبيرة جدا من المهندسين مدونا بتقرير وافي، وإن شاء الله خلال اليوم وقدا يتم تنفيذ كل احتياجات هذه القرى والمدن. شاكر ومقدر لكم، وإن شاء الله نحن على خطى القوات المسلحة، كل متحرر قرية أو مدينة إن شاء الله نحن غرفنا جاهزة، شغلنا جاهز لتوصيل المياه والكهرباء. وفي ولاية الجدار تفقد الوالي المكلف محمد عبد الرحمن محجوب برفقة مدير شرطة بلدية الجدار
تفقد الارتكازات العسكرية داخل مدينة الجضارف والطريق القومي، مقدما تهاني عيد الفطر المبارك، ومشيدا بتضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية بكل وحداتها وكتائب الإسناد من المقاومة الشعبية والمستنفرين وأدوارهم الكبيرة في معركة الكرامة. الآن في العبور المتحف الرئيسي لمدينة الجضارف، افتكر كل القوات في قلب رجل واحد، كلها في تعاون كامل مستمر. أنا أقول لأخواننا في ولاية الجضارف الآن تنتظم الـ 12 محلية ارتكازات وأطواف متحركة. نفس الوقت عندنا مجموعة من غرفة العمليات برضو في تواصل مع كل القرى وكل الأحياء. أنا أقول لأخواننا القوات المشتركة جميعا في المستنفرين إن شاء الله قوات المتمردين الدعم السريع لم تنال من ولاية الجضارف بإذن الله تعالى. أي حاجة ناقصة إن شاء الله في آليات في عربيات في عربات متحركات جاهزين. وأنا زي ما بقول وأنا قلت قبل كده ما لنا ده كله للأمن والصحة بس إن شاء الله. العمل التفتيش بصورة رسمية، أي سيارات عربات كبيرة شاحنات تجي داخلة أو خارجة، الحمد لله يعني عدد يعني كمية من الضبط برضو قاعد نضبط يعني حاجات كثيرة. الداخلين إذا كانوا من القوات المتمردة يتم ضبطهم وتسليمهم للعدالة. والحمد لله يعني على يميننا محور وشمالنا محور قبل القوات المسلحة موجودين وجاهزين إن شاء الله القضارف لن تمسها سوء. دشن والي ولاية سنار المكلف توفيق محمد علي ولجنة أمن الولاية دشنوا توزيع الحصة الغذائية للمتأثرين بالحرب بمعسكرات الإيواء، وقدم الوالي إعانات لعدد 6000 أسرة مثمنا جهود المنظمات العاملة في مجال العمل الإنساني. والي سنار توفيق محمد علي ولجنة أمن الولاية وعبر مفوضية العون الإنساني توزيع الحصة الغذائية للمتأثرين من الحرب والذي نفذته منظمة كلنا قيم بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي. تهدف كل المراكز بتاعة الإيواء الموجودة في محلية سنار ومحلية أبو حجار ومحلية سنجا ومحلية السوكي. شكر مفوض العون الإنساني محمد عبد الفتاح جهود المنظمات الوطنية في تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين من الحرب. محلية السوكي ومحلية أبو حجار إن شاء الله بسلة غذائية إن شاء الله رب العالمين لجميع الأسر المتواجدين على مستوى مراكز الإيواء وعلى مستوى الأسر المضيفة بإذن الله سبحانه وتعالى. يمكن نحن كمفوضية بنشكر حكومة الولاية ممثلة في السيد والي الولاية والسادة أعضاء لجنة أمن الولاية والسادة الوزراء والسادة المدراء التنفيذيين لوقفتهم مع مفوضية العون الإنساني. ما أكد والي سنار توفيق محمد علي أن المنظمات الوطنية أصبحت شريك أصيل في الهم العام عبر توزيع المساعدات الإنسانية للمتأثرين، وهي الآن بتحضر كمية من الغذاءات لأربع محليات. والحقيقة العمل عندهم منظم جدا جدا، يعني توزعت تذاكر للمستحقين الحقيقيين، وده الكلام اللي احنا قلنا نثبت الكشوفات بتاعتنا ونطلع لأي أسرة يعني من الأسر اللي بتتقدم لها المساعدة كريت تجي تصرف بالكريت ده، والكريت ده من خلال الفترة بيكون قابل للحذف وقبل للإضافة على حسب حركة الناس. المهم احنا والله في ولاية سنار وحكومة ولاية سنار ولجنة أمن سنار جد يعني شاكرين شكر كبير جدا جدا للمفوضية اللي استطاعت من خلال طرح برامج الكبيرة تستقطب كمية كبيرة من المنظمات، وأصلا المنظمات كان عالمية ولا إقليمية ولا محلية هي الشريك العام في الهم، والآن الهم هم كبير جدا جدا. توزيع الحصة الغذائية للمتأثرين من الحرب ولاية سنار عبر منظمة كلنا قيم وبالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي يؤكد الدور الفاعل للمنظمات في تخفيف المعاناة على المتأثرين من الحرب. الهادي إسماعيل، تلفزيون السودان، ولاية سنار، مدينة سنار. زار والي ولاية شمال كردفان المكلف عبد الخالق عبد اللطيف وضعط الله زار دار رعاية وإيواء المسنين بمدينة الأبيض، وقدم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وامتدح الوالي جهود منظمات العمل الإنساني
معلنا عن التزامه بتذليل كل عقبات المركز، كما تفقد الوالي مستشفى الأبيضة التعليمي ومجمع الحوادث والإصابات. تواصلت زيارات والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف ضحط الله الى المؤسسات برفقة الامين العام لحكومة الولاية لتقديم تهاني عيد الفطر المبارك، حيث قام بزيارة الى دار الرعاية وايواء المسنين مقدما تهاني وتبريكات العيد ودعم حكومة الولاية لنزلاء الدار باعتبارهم من الشرائح المهمة التي تحتاج الى اهتمام ورعاية وادخال السرور في نفوسهم. زيارة الوالي لدار المسنين وقدم لهم عيدية بمناسبة العيد. الزيارة بتحن لنا دافع معنوي ودافع يعني قوي جدا جدا للنزل وحتى لنا نحن، لأنه زيارة ما سهلة زيارة السيد الوالي وفي ظل الظروف الموجودة أسا حاليا، ونحن ربنا إن شاء الله ينزل السلام والأمان على البلد. دور متعاظم للمبادرات المجتمعية والخيرين من مواطني مدينة الأبيض بالاهتمام بنزلاء دار الرعاية وإيواء المسنين في تقديم الرعاية والخدمات التي يحتاجها النزلاء. كل احتياجات هذه الموقع اللي احنا فوقه هسه دار العجز والزيارة بتاعته، احنا والله سعيدين بسعادة كبيرة جدا جدا، لأن تشريفنا أن الوالي الأول والوالي يجينا ويزور المنطقة دي يا أخوانا بأمانة، وأن احنا حنقيف معاهم وقفة شديدة، أي حاجة محتاجين لها هنا ناس هذا الدار احنا بنقف معاهم فيها وحنساعده كوادر، عندنا ناس خيرين كتار جدا مع اخواننا الموجودين الاخرين اخواننا في المبادرات كلهم حيشاركوا حيعملوا الشغل لهذه الدار. وتواصلت زيارات ومعايدات والي شمال كردفان، حيث تفقد مستشفى الأبيض التعليمي والعناية المكثفة وقسم الأطفال والحوادث والإصابات مقدما تهاني العيد للكوادر الطبية والمرضى بعدد من العنابر. عموما الأوضاع مستقرة داخل المستشفى، العدد الكلي للدخولات خلال اليوم حوالي 98، التردد الكلي حوالي 109، وبحمد الله لا توجد وفيات خلال 24 ساعة فاتت في المستشفى، والأمور كلها مستقرة، الإمداد المائي الكهربائي والمستهلكات الطبية كلها متوفرة بحمد الله. زيارات والي شمال كردفان لبعض المؤسسات تأتي للوقوف على سير العمل ومدى توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن من خلال عطلة عيد الفطر المبارك. إبراهيم أحمد إبراهيم، تلفزيون السودان، ولاية شمال كردفان، الأبيض. تفقد المدير التنفيذي لمحلية حلفة بالولاية الشمالية أبو عبيد البرهان تفقد مواقع الارتكازات المختلفة بمحليته، محيا جهود الأجهزة الأمنية في بسط الأمن، ومشيرا إلى ضرورة تعاون المواطنين مع القوات المسلحة لإنجاح برامج المقاومة الشعبية والإسناد المدني لمؤسسات الدولة الخدمية. بالطواف على ارتكازات مدينة وادي حلفة للتهنئة بعيد الفطر المبارك، ولحثهم على بذل الجهد واليقظة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. أكدت نظارة الحسنية والحسنات بولاية النيل الأبيض وقوفهم مع القوات المسلحة وهي تخوض معركة العزة والكرامة ضد ميليشيا ألي داغلو الإرهابية. جاء ذلك لدى لقاء والي النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله بوفد نظارة الحسنية والحسنات وعمة قبائل شمال الولاية. وأشاد الخليفة بالوقفة الصليبة لنظارة الحسنية مع القوات المسلحة بالمال والرجال. من جانبها أكد الناظر علي عمر إدريس وكيل الناظر هباني يوسف هباني ناظر عموم الحسنية والحسنات وقبائل شمال الولاية، أكد دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة عبر قوافل الإسناد ودعم المقاومة المسلحة. ونحن جينا من الإدارة الأهلية النيل الأبيض شمال النيل الأبيض نظارة حباني يوسف حباني، جينا دعما للسيد الوالي، ونؤكد ونثبت على أنه الناظر حباني وعمده في شمال النيل الأبيض كلهم يغيفون وراء القوات المسلحة، والنظارة أو نظارة هباني أول من دعمت الجيش في الدويم، ودعمت الجيش الجاي في الدويم من بختروضة، ودعمت الجيش في الفرقة 18 في كوستي، وإحنا أول من وقفنا، ورأينا واضح أن القوات المسلحة هي القوات الشرعية للشعب السوداني بكليتها بمدارسها
بتقدير القوات المسلحة هي الشرعية للشعب السوداني، هي سيادة السودان. كل من يرفع بندقية ضد الشعب السوداني وقف ضد الجيش، وقف ضد الشعب السوداني، لأن القوات المسلحة تدافع عن الأرض السوداني، عن الوطن، عن الأرض السوداني، وعن العرض السوداني، وعن الشعب السوداني. أنا الناظر ماهر إبراهيم هباني، ناظر عموم الحسانية والحسينات وعموم قبائل شمال النيل الأبيض بولاية الخرطوم، أؤكد تضامننا التام مع النضال الأمي النيل الأبيض وجميع الإخوة الحسانية والحسينات والكواهلة على مستوى السودان، أننا نقف صفا واحدا خلف الجيش السوداني ضد أي متمرد وضد أي خائن وضد أي عميل. وإذا هنالك أشخاص يتحدثون باسم هباني فإنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، فلا يوجد بين أهل هباني خائن أو عميل للوطن. وأتمنى من الله العلي القدير أن يتم إعلان نصر الجيش السوداني في جميع أنحاء السودان في القريب العاجل جدا. وأخيرا وليس مؤخرا، نؤكد أننا جزء من هذا الشعب وجزء من هذا الجيش، والجيش هو الممثل الشرعي الوحيد لجميع السودانيين. قام المدير التنفيذي لمحلية النهوض موسى علي إبراهيم ولجنة أمن المحلية قاموا بزيارات تفقدية لبعض المؤسسات الحكومية في إطار معايدة عيد الفطر المبارك، حيث قدم تهني العيد لنزلاء السجن الكبير والمستشفيات وقيادة اللواء 18 مشاة وإمارة عموم قبائل دار حمر. المدير التنفيذي لمحلية النهوض موسى علي إبراهيم المصلين بالمسجد الكبير عقب صلاة عيد الفطر المبارك، مهنئا المواطنين بقدوم العيد السعيد، داعيا إلى ضرورة مساعدة السلطات الأمنية في بسط هيبة الدولة، مؤكدا أن هنالك مكاسب أمنية تحققت يجب المحافظة عليها. لمكان تحقق أكبر مكسب هو مكسبنا، هو المدخل لأي خدمة ولأي تنمية. ما لم يكن هنالك أمن ما تفعل أي زور سبب من ظهر الإجراءات التي اتخذتها عليه السلام سيحاسب. جواب اثنين يا جماعة، والناس دائما بيتكلموا عن الخدمات، الخدمات تدور على جماعة مشروع. نحن دايرين المبادرات، نحن من هذا المحور ومن هذا اليوم يوم العيد نحن ننظر نداء، نداء لكل أهل هذه المدينة ولكل أهل الناس المستفيدين من الإمداد المائي في مدينة النهوض. إلى ذلك، فقد قام المدير التنفيذي برفقة لجنة أمن المحلية بزيارة تفقدية شملت عددا من مؤسسات الدولة من بينها مستشفى النهوض التعليمي، حيث قدم المعايدة للأطباء والكوادر الصحية والنزلاء بأقسام النساء والتوليد والأطفال والمعامل. كما شملت الزيارة مستشفى النهوض المرجعي، تفقد من خلالها المرضى وجرحى معارك الكرامة وقسم غسيل الكلى. وفي ذات الإطار، قدم المدير التنفيذي لمحلية النهوض وأعضاء لجنة أمن المحلية تهاني عيد الفطر المبارك للأمير عبد القادر منعم منصور أمير عموم قبائل دار حمر بمقر الأمارة بحضور الشراتي ومشايخ القرى وأعيان مدينة النهوض. كما وقف سعادته على أحوال النزلاء بسجن النهوض واطلع على مجمل الأوضاع داخل السجن، وأكد سعادته اهتمام الحكومة بقضايا السجون والإصلاح. كباشي موسى، الحاج أبو عغلة، لتلفزيون السودان من ولاية غرب كردفان النهوض. قام المدير والتنفيذي لمحلية كراري أحمد مصطفى قام بجولة تفقدية شملت مستشفى النو ومحطتي مياه الجماير وبيت المال ورئاسة محلية كراري بالسكن الفاخر وهيئة النظافة. وعقد المدير التنفيذي للمحلية اجتماعا مع إدارة هيئة النظافة أمن على بذل المزيد من الجهد لنهضة وتطوير خدمات النظافة وإصحاح البيئة. وزارت اللجنة العليا للاستنفار بولاية الخرطوم معسكر أحباب الرسول للمسنفرين والمسنفرات بالحارة 96 الإسكان بمحلية كراري، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأشاد رئيس اللجنة العليا للاستنفار الباش مهندس خالد الضو بدور المقاومة الشعبية وإسنادها للقوات المسلحة لحماية الأرض والعرض، فيما أكد رئيس لجنة الاستنفار بمحلية كراري محمد نور الريح
استمرار معسكرات تدريب للشباب والقادرين على حمل السلاح حتى يتحقق النصر. الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة جايبوا للتازعة كم الليلة بكرة شوفوا حصاد الجنجوي آلاف. إحنا في الدرمان القديمة دي بس شايلين 964 جثة من الحيوانات الجنجوي بس كده بس بعد تحرير الإذاعة وشهر العصر 964 جثة دي بس لميناهم ومشينا دفناهم وإن شاء الله الدرمان دي مخبرة في الجنجوي. لكن يا جماعة كده نقعد بالهداوة إحنا ده الحي ودي الحارة إننا لجنة اسمها لجنة الاستنبار وتنظيم المقاومة الشعبية بالحارة وناسكم موجودين كان الشعبي كان محمد إدريس ده الحارة. الحارة دي دار ترتيب ودار تنظيم للمقاومة الشعبية تحيد قلنا إسناد مدني وإسناد عسكري إسناد عسكري المعسكر لكن معه مهام ثانية نحن وصلنا ده ما جايبين طابور خامس. وفي مروي مشاهدين زار المدير التنفيذي للمحلية حسن عبدين زار دور الإيواء وقدم التهاني للنزلاء بمناسبة عيد الفطر المبارك يرافقه قادة الفرقة 19 مشاب مروي. وقال حسن إن الزيارة جاءت بهدف تقديم المساعدات والتعرف على مشكلات المتأثرين بالحرب بالتعاون مع المنظمات المختلفة والفعاليات الشبابية بالمحلية. إذن مشاهدين بهذا الخبر تنتهي هذه النشرة وهذا هو تذكير بالعناوين. البرهان يصل أم درمان ويتلقى تنويرا من والي الخرطوم حول ترتيبات عودة المواطنين. عقاري يطالب وحدة الصف الوطني لدحر ميليشيا الدجلو الإرهابية. الخارجية تستنكر تنظيم فرنسا لمؤتمر حول السودان دون مشاركة الحكومة. حفظ الله البلاد أرضا شعبا جيشا أينما كنتم. تمنياتي لكم دوام الصحة والعافية. في أمان الله.